للمرة السادسة خلال عام ونصف يعلن عن هدنة لوقف الأعمال القتالية في اليمن، هدنة جديدة أعلن عنها المبعوث الأممي الذي قال إنها ستكون لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، وأنه تلقى تأكيدات من مختلف الأطراف بالموافقة عليها والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية. هدنة تلت أخرى ما يلبث يستبشر فيها المواطن القابع تحت وطأة الحرب حتى يفيق على حقيقة عدم جدواها وعدم قدرته على استئناف حياته الطبيعية، أمر جعل الكثير من المواطنين يفقدون أملهم في حلول مؤقتة لا تنهي الصراع إلى الأبد. هدنة الشياد تنتهي الحرب، ما نشش هدنة ثلاثة أيام، هدنة انتهى الحرب ونخرج لبر الأمان. تحركات دولية وإقليمية كثيرة تخللت المسار السياسي خلال الحرب، تركت أثرها على المواطنين الذين باتوا يدركون حقيقة ما يتطلبه الوضع اليمني لإنهاء الحرب. نأمل بهدنة دائمة ونأمل بانتهاء الحرب ونأمل بتوافق وطني وتغليب مصلحة الشعب ونأمل من الدول الداعمة للهدنة أن يكون لها ضغوطة كبيرة على اللاعبين في الداخل. وبالرغم من الهدن والفرص الكثيرة لإنجاز تسوية سياسية تخرج اليمن من أزمته، إلا أن الميليشيا أهدرتها غير آبهة بالوضع الكارثي الذي جرت البلد إليه. فما مصير هذه الهدنة؟ هو التساؤل الذي يرقب المواطنون إجابة عنه قد تحملها الساعات القليلة القادمة.